لو الحكاية فيها إن فيدي سمعت عن الوظائف بتاعت الكويت دي منين؟ من إعلان على التلفزيون. وبعدين عملت إيه لما سمعت؟ تغيير وقدمت الأوراق اللي خدتها أو اللي طلبوها؟ يعني شهادة الجيش، جواز سفر، شهادة خبرة، حاجات من دي. وبعدين قدمت ورقي ومستنظر رأيك اللي هم يرنوا عليك. هم قالوا لك يعني هيرنوا عليك بالموافقة يعني انك تروح؟ الموافقة. قدمت على ايه؟ نجار مسلح برضو؟ نفس المهنة بتاعتك. طب انت ايه اللي خلاك تفكر تسيب الشغلة بتاعتك بتاعت 20 سنة وتفكر تهاجر برا؟ يعني غلو الدنيا وغلو الحاجة والحصار والتقاط الكلام دي. هو ماما تصلوا بيك فعلا ولا؟ والله هبنعمل اللي علينا والبقر الله نعمل اللي علينا والبادي بتاع ربنا بقى مفتنى. طب فكرة الهجرة نفسها تخيل ان انت يعني سافرت تستحملها ولا؟ استحمل. هتاخد عيلتك معاك ولا تسافر لوحدك؟ لا لوحدي. وناوي لو انت سافرت هتقعد قد ايه؟ والله حسب الظروف قدام. الظروف قدام المعاملة حاجة زي كده. جاي عشان اشوف وظايف والكلام. جيت قبل كده؟ جيت قبل كده. وكان ايه الاحوال؟ ما تصورش يعني. ليه ايه اللي حصل؟ موضوع المواصلات ومرتبات قليله. اوضح لي اكتر. ازاي يعني لما جيت قبل كده ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ اشرح لي. دخلت الوظيفه اللي انا اديتني رقم التليفون خدت بعضي رحت الشركه فاجئ ان الشركه المواصلات مش كانت شركه ايه؟ الشركه الهندسيه في تجمع 5 اسمها كده الشركه الهندسيه. كنت هتشتغل فيها ايه هناك؟ انا كنت شغال سباك. تمام. وايه الاعتراض بتاعك؟ اعتراض المرتب. كانت كام؟ وغير كده يعني مش مصدقين ان انت يعملوا لك تامين صحي والكلام ده كله. الكلام ده ولا ليه لازمه؟ اما رحت لقيت الوضع متغير يعني؟ متغير طبعا. المواصلات بقول لك مواصلات بعيده قوي. عايزك 8 الصبح مشوار. مفيش انتقالات، مفيش زي القطاع العام. مش مقتنع ان انا اجي اتكلم مع الموظفه هنا عشان عايز اشوف حاجه حكوميه. لو في مباحث القوى العامه اكيد مباحث حكوميه. يعني انت جربت القطاع الخاص وما نفعش معاك؟ القطاع الخاص ما نفعش معانا عشان خاطر الفلوس والوقت والمواصلات. كده المواصلات مش بيدوك المباحه ان انت موظف الكلمه لو عملت اي شيء السلام عليكم. غير القطاع الحكومي يختلف يعني. انت اللي مشيت ولا هم اللي مشوك؟ ما مشيتش، ما رحتش اصلا عشان لقيت المواصلات بقول لك بعيد. جاي النهارده تدور على وظيفه حكوميه. في حاجه في دماغك من اللي شايفها على الحيطه؟ لا ما فيش هنا حكوميه. هسال ما نعرفش جوه. حسن سيد حسن. عندك كم سنه؟ 40. لا 39. متزوج؟ يعني لسه ان شاء الله. طب حضرتك كنت شغال في حاجه قبل كده؟ والله كنت شغال في الامارات وابو ظبي. يعني شغال ايه هناك؟ اشتغلت مهندس مساحه 5 سنين في ابو ظبي ودبي، وعملت مشروع الدانة شارع المرور هناك في ابو ظبي. بعد كده سافرت السعوديه قعدت هناك سنه اشتغلت في وزاره الميه تبع مكتب استشاري. يعني كنت شغال حاجه هنا قبل ما تروح هناك؟ والله هنا الظروف صعبه شويه. هنا يعني ممكن يكون بشتغل ممكن يعني مهندس حر. كان ايه حياتك هنا قبل ما تسافر؟ والله كانت برضك صعبه شويه. كانت عباره عن ايه يعني؟ والله انا السنه سافرت 2007، يعني ممكن وفاه والدي اثر شويه وبعد كده والدتي. يعني من 2007 وانت سافرت؟ سافرت ورجعت في 2011 2012 وبعد كده سافرت السعوديه 2015. طب عرفت عن الوظايف اللي انت رحتها دي قبل منين؟ والله كنت انا اللي بسعى عن طريق المكاتب. مكاتب تبع الدول اللي انت رحتها؟ لا ايوه انا اللي جايبها يعني باجتهادي. كنت بدخل على طول بشوف المكتب واتابعه. طب انت جاي تعمل ايه النهارده؟ والله انا جاي اقدم تاني عشان الظروف صعبه هنا خالص. يعني تقدم على فرصه طبعاً في الكويت؟ الحديد طبعا انت عارف انه وصل ل 10,000 وشويه، والاسمنت 800 وشويه. طبعا مفيش امل ان الواحد اصلا يشتغل، يعني الدنيا واقفه شويه. طب ايه الاجراءات اللي انت عملتها النهارده؟ والله هم بيقولوا دلوقتي هي بس ربنا يسهل في مشكله ان هم بيقولوا حد ادنى 38 سنه ازاي، وهم بيقولوا خبره من 15 ل 20. طب احنا بنتخرج من الكليه مثلا 23 سنه، لما تيجي تحسب ال 20 سنه هتطلع حاجه و40. دي برضك نقطة. أنا بيقول لي سنك كام؟ قلت لهم بس هم بيقولوا حد أدنى المهندس المساحة أو المساح العام
38 يا رب دي ممكن تقولهم حتى لو مراقب تشطيبات مش هتفرق. طب انت قدمت اوراق ايه النهارده؟ قدمت شهادات الخبره اللي انا طلعتها من ابو ظبي ودبي والسعوديه وشهادات مصر كمان. ومفروض هيردوا عليك امتى؟ ما اعرفش والله، بس انا اعرف ان في مكاتب قابلوني في طنطا والزقازيق ادفع 5000 ومسافر، انا ما رضيتش عشان انا ما اعرفش ان الموضوع بجد ولا مش اكيد يعني. طب انت جربت حياه السفر هناك، شايف ايه مشكلتها او الصعوبات يعني اللي ممكن تواجهك؟ احسن دوله كانت بصراحه بالنسبه لي الامارات، كانت دوله محترمه وكويسه، بس جيت اسافر تاني طبعا السوريين، اخواتنا السوريين طبعا كتروا هناك. المهندس مثلا او المساح اللي كان بياخد 8000 درهم بقى دلوقتي بينزلوا لي 2 و3 طبعا، وبعيشنا كنت انا بقعد في اوضه استوديو لوحدي او انا ومهندس بس، دلوقتي بيعيشونا في 8 في سراير دورين في اوضه صغيره، عشان السوري بيبقى اقل مننا بكتير طبعا يعني، بياخد بقول لك لقمتي واي فلوس بيدوله 1000 درهم بيوافق. بالنسبه لك الحياه تعيش بره احسن ما تعيش هنا؟ والله انا بقالي هنا فتره عمال ادور على شغل، نوبه انا بلقط رزقي في الملاعب دلوقتي حاليا، والشغل الخاص ببني طبعا بالقسط، باخد تشطيبات باخد كده ماشيه بالعافيه يعني، بس بقول الحمد لله. لو الحكايه فيها ان فيديو